بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وخلال التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ثقة جماهير شعب مصر العظيم في الرئيس السيسي، مشيدا بجهوده في الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير والبناء، مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام مليئة بالإنجازات.